ناس يتفاعلون مع ما يقع حولهم، ما يقع عبر العالم، وإحنا تنمر من واحد ظرفية صعبة جدا، والكل يعلم، يعني القاسي والداني يعلم ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من إبادات جماعية، من تنكيل، من تقتيل، من تجريم. فأضعف الإيمان يعني أن الناس قائمين على هذا المهرجان لا يريدون أن يمر هذا المهرجان في بهرجته المعتادة، بل بالعكس يريدون أن هم هذا تضامن، تضامن ضمني مع القضية الفلسطينية، ونحن نناصر القضية الفلسطينية في الجوهر، في المبدأ، وننتصر للسلام كما ننتصر لإحقاق الحق يعني في على أرض فلسطين.